تغير مثل فرق الليل والنهار للأحسن والحمد لله، والعالم توجهت أنظارها إلى المملكة العربية السعودية بحكم أنها الآن صارت وجهة لجميع العالم، مش للعرب فقط ولا الخليجيين، وجهة العالم كامل وجهة المملكة العربية السعودية، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بحرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة للمواطن والمقيم والزائر والحاج والمعتمر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والله المملكة بلادنا ونعتز فيها بأي وقت، سواء 2023 والله بالسنين المقبلة هذا الله أحيانا بأمانة. لله الحمد، أشوف السعودية كل سنة من سنة إلى سنة في تقدم وازدهار، والله يحفظ الحكومة ويحفظنا خادم الحرمين ولي عهده الأمين محمد بن سلمان. طبعا 2023 ما شاء الله يعني ما أشوف فيها فرق كبير عن 22، بس الحمد لله طبعا أكيد كل سنة ما شاء الله الأفضل، يعني إحنا نتمنى إن شاء الله على دخول السنة الجديدة بعد تكون أفضل. يعني بصراحة إحنا الحين يعني فخر مرة كبير، أصلا نقول السعودية يعني غير. الحمد لله عام 22 أمور الحمد لله كانت طيبة، تطور وخاصة منطقة الدمام منظمة يا ربي لك الحمد، كشوارع كمنتزهات كمجمعات اللهم لك الحمد والشكر يا رب. نعم تقريبا 2020 وهي في تطور كبير، وخاصة 2023 كان فيه تطور ملحوظ وكبير وجذبت سياح، وكان حتى يعني بالمناطق صار حتى بنية تحتية ومشاريع وتطور ملحوظ وكبير مرة. ولا شك أنه كل يوم يختلف عن اللي سابق، نحن نعيش فترة نهضة، نعيش فترة ازدهار، ونعيش فترة تقدم. مهما كان إحنا الآن نواكب تطور المملكة العربية السعودية أوجدته بين دول العالم، وهذا شيء نحن نفتخر فيه ونفاخر فيه، وهنالك قيادة تسعى إلى أن تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة.